ولإلقاء الضوء على العلاقات السعودية الصينية ينضم معنا من المركز الإعلامي رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر. دكتور، بداية أهلا بك في هذه النشرة. العلاقات السعودية الصينية دكتور نراها دوما في تطور مستمر. الزيارة للرئيس الصيني التي ستبدأ اليوم والتي أتت بدعوة من خادم الحرمين الشريفين تسير إن شاء الله بها إلى آفاق أبعد وأعلى على كافة المجالات، كيف تعلق على ذلك؟ أولا مساء الخير لك ولمشاهدينكم في كل مكان. الحقيقة هذه زيارة مهمة ودعوة كريمة وجهها خادم الحرمين للرئيس الصيني. المملكة أرادت أن تؤكد على عمق العلاقات السعودية الصينية وأيضا العلاقات الإقليمية والعربية، ولذلك هنالك ثلاثة قمم في الرياض تشهدها الرياض، قمم التنمية والتعاون. هذه العلاقة التي بدأت دبلوماسية من عام 90 ميلادي، ولكن مداها الزمني أكثر من 80 عام. كان المسلمين الصينيين يأتون لأداء العمرة والحج منذ زمن، وكان هنالك بداية في هذه العلاقة قبل أن تتحول إلى علاقة دبلوماسية في التسعينات ميلادي في منتصف الثمانينات، حينما بدأ هنالك نوع من التعاون السعودي الصيني. هذه الأهمية هنا تأتي القمة في نقطتين أساسية. أولا الدولة الداعية وهي المملكة العربية السعودية، حجمها ومكانتها الدولية، هذا تأكيد من الجميع سواء إقليميا خليجيا أو عربيا أو دوليا بأن هي المقر وهي المكان وتنطلق القرارات من الرياض في هذا الجانب. النقطة الأخرى والثانية والمهمة أيضا هو حجم العلاقة الاقتصادية الكبيرة بين المملكة والصين وأيضا دول مجلس التعاون الخليجي. إذا أخذنا الأرقام الأخيرة في عام 2021 بلغت العلاقة التجارية المتبادلة بين الصين ودول مجلس التعاون أكثر من 220 مليار دولار، منها 130 مليار هي صادرات خليجية إلى الصين، فالصين تعتمد أكثر من 35% من احتياجها من الطاقة يأتي من دول الخليج، ولذلك تحتل المملكة هي الشريك الأكبر، وبقيت الصين الخمس سنوات الأخيرة هي الشريك الاقتصادي الأكبر للمملكة العربية السعودية بحجم أكثر من 80 مليار دولار. هذه العلاقة الاقتصادية والعلاقة المهمة بين المملكة والصين أرادت أن ترسل المملكة أيضا رسالة أن مثل ما استقبلت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي بايدن، هي أيضا تستقبل الرئيس الصيني لأهمية الصين كعلاقة اقتصادية مهمة، ولأن الصين أكثر انفتاحا على الدول العربية والخليجية دون أن تتدخل في شؤونها الداخلية ودون أن تكون لديها أجندات سياسية تختلف عن الأجندات العربية والخليجية. فهذه كلها تأكيدات لأهمية الداعي وهو خادم الحرمين وسمو ولي العهد. المكان وهو الرياض، فعاصمة القرار الآن العربي والإقليمي هو الرياض بحمد الله رب العالمين. دوليا مكانة المملكة كعضو في مجموعة الـ20 ولمكانتها الاقتصادية ولأنها مورد مهم جدا، يعني أكثر من 65% من صادراتنا للطاقة هي تذهب إلى دول آسيا، والصين هي أهم دولة بالنسبة لنا في العلاقة الاقتصادية. نعم دكتور عبد العزيز، يعني ذكرت في بداية حديثك عن أن هناك قمم، الآن لنتحدث يعني ماذا تعني مشاركة الصين في القمتين الخليجية الصينية وكذلك العربية الصينية، يعني ما هي المخرجات المأمولة من ذلك؟ اولا بالنسبه للعلاقه الخليجيه، وهي هنالك علاقه اقتصاديه قويه بين دول مجلس التعاون والصين، ولذلك الصين تريد ان تؤكد على انها تنظر لهذه المنطقه بمنظار مهم جدا، هي تريد ان توسع في علاقتها مع دول الخليج بشكل عام. وايضا هنالك مفاوضات تمت، مع الاسف لم تنتهي بعد بسبب بعض الاجراءات البيروقراطيه، وهي اتفاقيه التجاره الحره بين دول الخليج والصين، ولكنها في طور مراحلها النهائيه ان شاء الله، حينما توقع هذه الاتفاقية سوف يكون لها دور مهم. أيضا هنالك سوابق، يعني كان هنالك زيارة في العام الماضي للأمين العام لمجلس التعاون لوزراء الخارجية من دول الخليج زاروا الصين، وهنالك لقاءات على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك خلال اجتماعات الأمم المتحدة، فهي ليست جديدة، ولكن هنالك تنسيق في هذه العلاقة بين دول الخليج وبين الصين. أيضا الصين تريد أن يكون هذا الاجتماع سنوي، فمرة يعني مرة في الصين ومرة في المنطقة في الخليج هنا، وهذا شيء مرحب به. فلذلك نرى أن العلاقة مع الصين ليس بها شوائب ما يشوبها، وإنما هي دوافعها تنموية، دوافعها بشكل كبير اقتصادية، وهذا مطلب خليجي، لأن دول الخليج ترى أن سوق الصين سوق كبير مهم جدا. هنالك استثمارات صينية في دول الخليج، وهنالك استثمارات خليجية في الصين أيضا كبيرة.
نعم والدول العربية بالنسبة على الجانب العربي. نعم. بالنسبة للدول العربية هنالك منطقة أكبر وأوسع، وهنالك من المغرب العربي إلى دول شمال أفريقيا. الصين ترى أن هذه المنطقة منطقة مهمة، والصين ترى أن في المنطقة العربية موارد اقتصادية مهمة جدا، بالذات فيما يتعلق بالمواد الخام، وسوق كبير بالنسبة لها ولسلاحها، ولذلك هي حريصة أن تطور هذه العلاقة، ولكن أرادت أن يكون هذا الانطلاق لدول الخليج وللدول العربية من خلال عاصمة القرار الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين، تنطلق في توسع اقتصادياتها وعلاقتها المهمة. هي موجودة في السودان وموجودة في تونس وموجودة في المغرب، استثمرت في موانئ، وهي حريصة على خط الطريق والحزام الذي تتبناه الصين، لأنه هذه الدول بالنسبة لها جدا مهمة، سواء موانئها، خطوط الإمداد، اللوجستيك أو ما يسمى بخطوط التجارية، وخط الحرير التقليدي الذي يسمى، فهي أكثر وأقرب بالنسبة لها في بعض المناطق إلى الوصول إلى الأسواق الأوروبية أيضا، والتي هي إحدى مستهدفات الحزام والطريق. إذن كل الشكر والتقدير لرئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر، متحدثا عن أهمية العلاقة السعودية الصينية. شكرا لك دكتور.